طبعا من بداية عودة طلائع حجاج بيت الله الحرام يوم أمس فعلا كانت يعني هناك ازدحامات في مطار الكويت الدولي من المستقبلين، وأيضا كانت الشوارع جدا مكتظة في الخارج. يعني لمن يعرف خارطة مطار الكويت الدولي تصل إلى ما بعد الدوار إلى الطريق الرئيسي عند وصول يعني الحجاج هنا، الإجراءات كلها يعني ولله الحمد ميسرة بشكل جيد من قبل إدارة الأمن في المطار، وأيضا طيران المدني، وأيضا جهود رجال الداخلية ورجال أيضا المطار يقومون بكامل واجبهم. هناك مرشدين لتوجيه من يريد أن يستقبل حاج أو من يريد أن يعني يخلص إجراءاته بشكل ميسر وينتهي من الخروج من المطار بالنسبة حق الحجاج العائدين. ولله الحمد يعني كانت الإجراءات جدا رائعة، ولكن كانت هناك بعض الشكاوي أيضا من المستقبلين، كون أن يعني المطار ضيق يعتبر بالنسبة لاستقبال هذا العدد الكبير من الحجاج، ولكن ولله الحمد يعني لا زالت الامور تمشي بشكل جيد، وهذا يعني كان متوقع حسب الخطه التي وضعتها يعني وزاره الداخليه بالتنسيق مع امن المطار اداره الطيران المدني. الازدحامات لا زالت، الرحلات تتوالى، والحجاج لا زالوا يتوافدون الى ارض المطار حتى هذه الساعه، ومتوقع المزيد من الرحلات خلال الساعات القادمه. نعم أحمد، يعني هل هناك وجود لوزارة الصحة لمراقبة أي تسرب أي عدوى؟ نعم، هاي طبعا كان هناك يعني وصلتنا بعض الرسائل أن وزارة الصحة متواجدين من خلال وضع يعني ركن خاص فيهم داخل مطار الكويت الدولي. بحثنا عن هذا الموضوع، يعني أنا قبل ما نطلع كنا في جولة على أروقة المطار محاولة من الاستكشاف الوضع وإذا كان ما في خلل يعني موجود في مطار الكويت. حقيقة لم نجد هذا الموضوع يعني من وزارة الصحة، يمكن بعثت رسائل في السابق أنهم كانوا متواجدين، ولكن لم نجد يعني هذا الموضوع موجود من قبل وزارة الصحة. البعض اعتبره من المواطنين اعتبره قد يكون تقصير، والبعض رآه أنه قد لا يوجد له حاجة في أن يستقبلون الحجاج، قد يعطل حركة السير من الحجاج القادمين. نعم، من خلال يعني وجودك داخل المطار أحمد، يعني كيف ترى التواجد الأمني، وأيضا كيف تقيم هذا التواجد؟ نعم فايز، طبعا على أصوات هذا اليباب يعني والاستقبال الرائع بالحلويات هذه اللي تطاش، وايضا الالعاب الناريه اللي لا اعرف كيف يعني سمحوا لها يعني رجال الامن بهذه، يمكن هذه تعتبر ثغره بالنسبه لهم، ولكن هم متساهلين جدا واستقبالهم جدا رائع. ولكن يعني مثل ما قلت لك فايز، يمكن كانت مساله الاكتظاظ، التنظيم هو رائع، ولكن الاكتظاظ هو ما يعني عكر صفو المطار وجعل يعني من الناس تتذمر بشكل كبير. وضعت حواجز على طرفي صالة القادمين من بداية الصالة إلى مخرج الباب الرئيسي لمنع أي شخص يعني يستقبل الحجاج في المنتصف، لأن هذا قد يعطل الحركة. هذه قد تكون يمكن نقطة إيجابية قام بها رجال الأمن، ولكن المشكلة الكبيرة أن ما وراء الحواجز ومخارج المبنى يعني يعتبر شيء مهول، كون أن الحجاج يعتبرون هذا العام من أقل النسب اللي يعني الحجاج راحوا فيها وعادوا لنا في السلامة. وإن شاء الله يعني نتمنى يعني من رجال الداخلية بالتعاون مع أيضا باقي الإدارات في مطار الكويت أن فعلا يستمرون على هذا المنوال ويقدمون أفضل ما لديهم لاستقبال الحجاج وما تكون أي مشاكل إن شاء الله. نعم، مراسلنا أحمد الشمري من مطار الكويت الدولي، شكرا جزيلا لك.